إذن حياكم الله من جديد. ننتقل إلى قضاء الكوفة بمحافظة النجف. هنالك أهالي القضاء خرجوا بتظاهرات حاشدة للمطالبة بإزالة سياج أنشأته إدارة مسجد الكوفة فوق سطح نفق مسلم بن عقيل، ويقولون أن السياج الذي أنشئ قبل 10 أعوام يفصل مدينتهم عن المسجد بدون أسباب مقنعة. الناس بحديثهم يقولون بأنه هذا السياج يخنق المدينة ويتسبب بزحامات مرورية. تطورات القصة، أكو دعوة منظورة بالقضاء بين البلدية وإدارة المسجد. الناس هناك يقولون إدارة المسجد ترفض إزالة السياج لحين دفع البلدية تكاليف إنشاء، والبلدية من جهتها تقول بأنه ستطلب ثمن شغل الأرض طيلة 10 سنوات من قبل إدارة المسجد. خلينا نشوف القصة وتفاصيلها. نحن أبناء مدينة الكوفة خرجنا اليوم بتظاهرة لإزالة سياج نفق مسلم بن عقيل. السياج النفق الذي كلف ميزانية الدولة 30 مليار. السياج الموجود حاليا هو مخالفة قانونية على أرض البلدية. أقمنا دعوة في محكمة تحقيق الكوفة وأصدرت إجراءات وتحقيق إداري بإزالة السياج. اليوم أبناء مدينة الكوفة خرجوا للمطالبة بإزالة السياج، كون السياج أصبحت المدينة مختنقة وازدحامات مرورية وتمنع حتى الزائرين من الدخول. اليوم مطالبنا بإزالة السياج وأيضا فتح مسجد الكوفة أمام الزائرين. نحن أهالي الكوفة نطالب بإزالة السياج الذي أنشئ من قبل هذا السياج العازل ما بين منطقة الكوفة وما بين أمانة مسجد الكوفة. هذا السياج سبب بقطع أرزاق وازدحامات كثيرة في مدينة الكوفة. احنا أهالي الكوفة نطالب بإلغاء هذا السياج، وكذلك نطالب أمانة مسجد الكوفة بأن يكون مسجد الكوفة متاح للزائرين. ما نعرف يعني احنا ليش مسجد الكوفة دائما ينسد الساعة 9 مساء عكس باقي المزارات اللي تبقى للصبح مفتوحة. طلعت أهالي الكوفة على من كثر الضغط والازدحامات ادى الى اختناق الكوفه. اختناقات معناتها مو طبيعيه، فمن طلعت هاي الجماهير الظاهر لان هذا السياج مو قانوني، طلع لا قانوني، ما بي قانوني اصلا، فقره قانونيه ما بي. السياج اصلا حتى رب العالمين الاسلام يقول اذا اكو عثره بطريق المسلمين المفروض احنا غير نوخرها. هذا حتى حرام الصلاه بي ما جائز، لان مغصوب اعتباره مغصوب. المفروض احنا من هل اي واحد عنده معناته مسؤول الى نفوذ المفروض عليه يطلع. احنا هاي رساله نوصلها نوديها لاي مسؤول من محافظنا الى حتى دوله رئيس الوزراء، لان انا اشوف جاي تجاوز ويخلي يجي يشوف على ارض الواقع الاختناقات المروريه اللي حصلت هسه. هذا السياج كله هو اختناق لمدينه الكوفه وسبب ازدحامات، يسبب ازدحامات يعني، والازدحامات يعني قاعد نشوفها بالكوفه قاعد يصير مالها والي. سوينا احنا اخبار، قدمنا اخبار لمحكمة تحقيق الكوفه، صار تحقيق اداري بالموضوع، وهاي الناس كلها طالعه على مود ازاله السياج لان سبب دمار الكوفه. نحن ابناء الكوفه اليوم خرجنا بتظاهرات سلميه، ما عندنا عداوه ويا اي شخص. نطالب اليوم امانه مسجد الكوفه ان ترفع هذا السياج. هذا السياج سبب اختناقات للزائرين وللمركبات، فاليوم احنا نطالب ان يرفع من السياج. والناشد رئاسة الوزراء السيد محمد الشيعة السوداني وامين العتبات الشيعية ان يتدخل في هذا الموضوع، لان اليوم هذا السياج هو حرم هواي كسبة، حرم ابناء الكوفة من يعني وسوى ازدحامات. اليوم هذا السياج غير قانوني، اليوم نطالب بازالته.